إلى قصة ملكية بيئية. من المعروف أن الأمير هاري هو الذي وجه كل اهتماماته إلى الولايات المتحدة، لكن شقيقه الأمير ويليام يأتي بدوره لخطف الأضواء في القارة الأمريكية. ابتكارات عدة نالت الجوائز التي تقدمها المؤسسة الملكية البريطانية بحضور مؤسس الجائزة الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كاثرين، لكن الزيارة عكرتها بعض الأحداث التي لا تعجب العائلة المالكة البريطانية. نتابع. غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخنق الأرض لن يبقى مخيماً على الغلاف الجوي إلى الأبد. اتمكن مشروع مبتكر عماني من تطوير تقنية تحول الغاز السام إلى صخور تدفن بشكل دائم تحت الأرض. ويهدف المشروع الذي حمل عنوان 44.01 إلى معدنة مليار طن من الغاز السام بحلول عام 2040، وهو واحد من 5 مشاريع فازت بجائزة إيرثشوت التي تقدمها المؤسسة الملكية البريطانية. مؤسس الجائزة الأمير ويليام حضر وزوجته أميرة ويلز كاثرين حفل توزيع الجوائز في مدينة بوسطن الأمريكية، حيث استلم كل فائز من المبتكرين 5 مليون دولار قيمة الجائزة الخاصة بحماية الطبيعة والمحيطات والتنوع البيولوجي وإصلاح المناخ. من كينيا فازت شركة ناشئة توفر مواقد للطهي تحد من التلوث الداخلي غير الصحي. ومن الهند فاز بجائزة إيرثشوت حل رائد يساعد المزارعين على خفض التكاليف وحماية سبل العيش في بلد على الخطوط الأمامية لتغيير المناخ. ومن أستراليا تمكن مشروع لحماية الشعب المرجانية بالفوز بالجائزة كونه قدم بيانات مهمة حول مواقع محمية جمعها من خلال مراقبة التغيرات في أعماق المحيط. كما فازت شركة بريطانية لعملها على تقليل النفايات عبر صناعة بديل للتغليف البلاستيكي من الأعشاب البحرية. وللتناغم مع الموضوع ارتدت الأميرة كيت ثوباً أخضر مستأجر، إذ أظهرت دراسات جديدة أن استئجار الملابس ساهم منذ عام 2010 في خفض إنتاجها، ما وفر أكثر من 60 مليون غالون من الماء و44 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن حفل جوائز إيرثشوت ولقاء الأمير ويليام بالرئيس جو بايدن وزيارة الأميرة كيت جامعة هارفارد العريقة على هامش الجائزة عكرتها اتهامات جديدة للقصر الملكي بالتمييز العنصري. بعد تداول وسائل الإعلام مزاعم بريطانية من أصل أفريقي قالت إنها تعرضت لاستجواب عنصري أثناء تلبيتها دعوة لزيارة قصر بكنغهام. Doesn't it make more sense to hear our story from us? وروجت شركة نتفليكس لبرنامجها الوثائقي عن الأمير هاري وزوجته ماغن اللذين تخليا عن منصبهما في لندن إثر ضغوطات نفسية عانت منها ماغن بسبب أصولها الأفريقية بحسب زعمهما. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن سكان مدينة بوسطن التي تعد معقل الثورة الأمريكية ضد الملكية كانوا مستائين من الزيارة، تارة بسبب اتهامات التمييز العنصري وتارة نظراً للازدحام المروري الذي تسببت به زيارة الأمير إلى المدينة. لصباح العربية، هند إبراهيم، واشنطن.